ونتحول إلى تعز، حيث أعلن الجيش الوطني في محور تعز عن إنشاء منطقة أمنية في المساحات التي تم تحريرها بالريف الغربي للمحافظة. وبحسب مصدر عسكري، فإن قوات أمنية باشرت مهامها في تنفيذ عمليات لضبط الأمن وتنظيم دوريات أمنية بهدف حفظ الأمن في المناطق المحررة بموجب الخطة الأمنية المقررة. وسبق ذلك نشر قوات الشرطة العسكرية عناصرها في عدد من المواقع والمناطق التي تم تحريرها في الريف الغربي لتعز ضمن عمليات التنسيق مع قوات الجيش الوطني والأمن والمضي في عملية التحرير الشامل. وتمكنت قوات الجيش الوطني أمس السبت من استكمال منطقة الطويرة الأعلى تحرير منطقة الطويرة الأعلى بمديرية مقبنة عقب معارك أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، فيما شرعت الفرق الهندسية بانتزاع الألغام وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون في المنطقة. وللمزيد أكثر ينضم معنا العقيد عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي لمحور تعز. أهلا بك سيادة العقيد. إذن هناك أنباء تحدثت عن استهداف مواقع الجيش الوطني من قبل الحوثيين بصاروخ بالستي، هل من تفاصيل إضافية؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، كل التحية لكم وللمشاهدين. الحقيقة هناك أنباء أولية عن إطلاق ميليشيات الحوثية الإرهابية لاثنين صواريخ باليستية. أحد هذه الصواريخ سقط في محافظة إب، وصاروخ أيضا في غرب تعز على إحدى المدارس. وهناك أنباء أيضا عن ضحايا، يعني يقدم بين شهيد وجريح. وطبعا طبيعة هذه الميليشيات، هل سقط هذا الصاروخ في مناطق سكنية سيادة العقيد؟ نعم، في مدرسة، حسب المعلومات مناطق سكنية، وفي مدرسة المنطقة بالضبط. نعم، طبعا الميليشيا تلجأ إلى هذا الأسلوب دائما عندما تتلقى هزائم قاسية، وللرد على تقدمات وانتصارات الجيش الوطني التي يحققها في الميدان وفي المواجهة العسكرية، فتلجا الى الضرب العشوائي على الاحياء السكنيه والاحياء المدنيه والاعيان والاشخاص المدنيين والمدارس والمستشفيات. حدث هذا في مأرب وفي عدن وفي غيرها من المحافظات المحرره، واليوم ايضا في تعز يعني يتكرر نفس السيناريو الذي هددوا به سابقا الخيارات بالنسبه لهم، خيارات التدمير يعني وخيارات استهداف كل متحرك واستهداف كل الحياه واسباب الحياه الموجودة. هم أصلا يعني ينشروا مشروع الموت وثقافة الموت، وضد كل متحرك وضد كل أسباب الحياة. نعم. طيب سيادة العقيد، هناك إعلان من قبل الجيش الوطني عن إنشاء منطقة أمنية في المناطق المحررة بتعز، ما الهدف من تشكيل هذه المنطقة وما هي تحركات القوات الأمنية لتنفيذ هذه المهام؟ حقيقة نزل الأخ قائد المحور والأخ مدير عام شرطة تعز وإلى منطقة الكدحة، ودشنوا من هناك العمليات المشتركة الأمنية بين الأمن والشرطة العسكرية، وتسيير دوريات وتأمين الممتلكات، افتتاح الأقسام وإدارة الأمن في المناطق المحررة، والغرض هو حماية الممتلكات والسيطرة على أي اختلافات قد تحدث نتيجة غياب المواطنين أو أثناء عودة المواطنين أو أثناء النزوح من أو إلى هذه المناطق. فلا بد من التحري ولا بد من تأمين المناطق المحررة، وأيضا إذا يعني ضبط أي أعمال قد تكون خارجة مخلة بالقانون. فانتشر رجال الأمن مع رجال الشرطة العسكرية في المناطق المحررة بشكل كامل، أمنوا الطرقات، أمنوا المنازل، أمنوا ممتلكات المواطنين، قاموا بعمل دوريات مشتركة، دوريات للأمن في مختلف المناطق، ويعني شعر المواطنين فعلا بنتيجة وثمرة لهذه للتواجد الأمني، وشعروا بالاطمئنان، وعاد كثير من المواطنين إلى بيوتهم ومارسوا حياتهم الطبيعية. نعم سيادة العقيد، قبل أيام أعلن محافظ تعز نبيل شمسان النفير العام، هل من تحركات على صعيد تطبيق هذا النفير العام والتعبئة وتسيير القوافل الشعبية لدعم وإسناد الجيش الوطني؟ الحقيقة دعوة الأخ محافظ المحافظة
رئيس المجلس المحلي الاستاذ نبيل جمسان للنفير العام والتعبئه العامه لاقت ارتياحا كبيرا وقبولا وتجاوبا قطع النظير. العديد من المديريات والعديد من ابناء تعز التحقوا وانضموا الى اللجان المتخصصه المتبرعين سواء المتبرع بالماديه او العينيه او الرجال او السلاح او وبدات طوافر كثيره من صبر المقدم من ماويه من مختلف مديريات المحافظه بدات تصل تباعا منذ اللحظات الاولى لتدشين عمليه النفير العام صباح الجمعه واستقبال التبرعات وايضا تسيير القوافل الغذائيه الى الجبهات وخصوصا الجبهات المشتعله في غرب المدينه. نعم. ويعني من عدد من العزل وعدد من رجال التفاعل كبير والتفاف شعبي من قطع النظير وايضا تشهد الساعات والايام استجابه اكبر وهناك ترتيبات ايضا في مديريات اخرى للرفض للجبهات سواء بالرجال او بالسلاح او بالمال او المساعدات العينيه. شكرا العقيد عبد الباسط البحر نائب ركن التوجيه المعنوي لمحور تعز.